في وسائل الإعلام المعارضة 200 شخص من حزب الحركة القومية MHP ومن حزب هدى الإسلامي ضربوا الرالي الانتخابي لأكرم إمام أوغلو في إرزورم. لقد جرح 12 شخصا. طلبت الشرطة مغادرة إمام أوغلو، ونسبت وسائل الإعلام اليونانية هذا الهجوم إلى الذئاب الرمادية بعد الساعة 6. وجرى اتهام حزب هدى الإسلامي كما تقول وسائل إعلام أجنبية، وأيضا بالنسبة لجزء مما سمي بالمجموعة الثانية من الذئاب الرمادية القومية. عمدة إسطنبول سيتابع على حد ما قال في تغريداته مدير الأمن، لأن الشرطة لم تتابع هؤلاء الذين ضربوا بالحجارة. وقد كان عمل عمدة إرزروم محمد سكمان ليس نظيفا ولا شريفا، لأنه عمل على تواجد باصات في ساحة التجمع هافوز بازي، وسبق هذا الفعل تهيئا واسعا من إعلان استبيان تقدم مرشح المعارضة قبل تجمع لأردوغان وصل عدده إلى 1,700,000. واشتهر عن هذا التجمع غناء أردوغان مع جماهيره، لكن كان واضحا جدا أن المعارضة أرادت تفجير الوضع. فيما حملت دوائر استخبارية ديفلت باشيلي المسؤولية الكاملة عما سماه المصير الحزين للمعارضين، وقد أكد على خيانة هذه المعارضة وعمالتها وقضية الرصاصات في أجسادهم كعقاب لهم. في 6 مايو أيار، وبعد أن دعت المعارضة إلى إزالة مديرية الشؤون الدينية ديانات، كان واضحا جدا أن الرد جاء بهذه القسوة، فيما القوى الخارجية أرادت مغادرة أردوغان كما يقول حليفه، وهؤلاء يريدون أن تكون تركيا فوق طاولة قمار. إنهم عملاء يريدون سحب الجنود العاملين في العراق وسوريا وإطلاق دمار داعش. إنهم إرهابيون وحزبيي مع حزب العمال الكردستاني، وليسوا أكثر من ذلك. إنهم أعداء شخصيون لأردوغان. فهذا الحزب من الخارجين عن الحركة القومية بعد تحالف مع أردوغان، والمقصود تماما أن هؤلاء جميعا عارضوا من أجل المعارضة شخص أردوغان. كمال كليتجار رد بالقول وفي تدوينة إن المافيات والمناضلين والحركات الشبه مسلحة ومجموعة الأعمال يهددون تركيا. وقاد باشيلي التحول إلى النظام الرئاسي، ودعم أردوغان في جميع خطواته الأخيرة والاستراتيجية منذ 2016 وإلى حدود هذه اللحظة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. يتحدث كليتجار أوغلو وهو يرى نفسه تماما تحت الحماية الأمريكية. ففي فيديو كان مع سفير الأمريكي في تركيا وأمنه بشكل كامل إن عدم مجاراة أي تهديد أو خوف في هذه الانتخابات هو السبيل لتحرير تركيا. هذا ما أكده السفير لكليتجار أوغلو. كان مهما لهذه الفيديوهات أن تتسرب من أجل معرفة إلى أي درجة، لكن الخوف والرد العكسي وهذا الذي منع من طرح فيديوهات مهمة للغاية تكشف إلى أي حد كان كليتجار إلى حدود هذه اللحظة لم يتلقى تعهدا حقيقيا، تعهدا واحدا لصالح تركيا ما بعد أردوغان. ليس لديه تعهد واحد لا على صعيد الصناعات ولا الدعم الاقتصادي ولا المساعدات ولا شيء. هذا هو الشيء الذي يجب معرفته. المسألة الثانية أن هناك إرسال لجندي، هذا الذي يريده السفير الأمريكي في أنقرة، وفعلا حدث ذلك.
إذ أن ما يقوله الآن الأمريكيون لأوغلو المعارض لأردوغان، يريدون منه وهو يرغب في ذلك بأن يكون جنديا، إنه تسخير لزيلينسكي آخر لا أقل ولا أكثر، لسبب واحد، لأن لا ضمانات المعركة وما بعد المعركة هو الذي سيحدد ماذا سنعطيك وماذا لن نعطيك. إذن الأمر هنا أمر واضح، وفي التسريب الذي للسفير الأمريكي حول تأمين كل قادة المعارضة، كان واضح أن الأمر يتعلق بالمائدة على وجه التحديد، يعني قادة الأحزاب. هل ينتقل الوضع إلى آخرين؟ هذا هو السؤال، هذه مسألة أساسية أولى. المسألة الثانية، محاولة تعكير أجواء مثل هذا الذي حدث مع أردوغان. أردوغان بالمليون والسبعمية ألف الذين حضروا إلى مهرجانه، وكان واضحا جدا في الاتجاه الآخر أن لا أحد يمكن أن يزعج مكانا لا يتجاوز آلافا، يعني المسألة لا تتعلق أبدا بنفس القيمة أو الثقل، أو أيضا أن إمام أوغلو مثير وشديد الحساسية وعمدة في مقابل عمدة إلى آخره. معنى ذلك أنه بلا شعبية كبيرة خصوصا في هذه المنطقة، وأمام التجمعات التي حدثت، كان واضحا جدا أن إمام أوغلو يريد المزيد من الأضواء، لكن بسحب الأضواء بعد هذا العرس الكبير في إسطنبول، ولأنه عمدة إسطنبول ولجأ إلى إرزروم من أجل خلق الحدث، كان واضحا أن الأمر يتعلق بشيء مختلف للغاية. فعندما يحقق أردوغان في مدينة العمدة هذا مليون وسبعمائة ألف، وهو يلجأ إلى منطقة أخرى أساسا معروفة ولاءها وأن هناك أقلية فقط، عندما يحضر هذا فهو يعني الكثير، ويعني مباشرة أن جزءا من الجمهور أراد أن يزعج هذا المشهد الذي أعطى لأردوغان المليون وسبعمائة ألف، وأيضا غناء أردوغان مع شعبه، فهذا هو الذي أراد أن يفسده تماما. هؤلاء الذين قصدوا هذا التجمع على الساعة السادسة ليس لأن الجماهير هي التي أرادت ولا أيضا وجه المعارضة، وإنما الأمر تواصلت في باص، هذا يكشف إلى أي مدى كان واضحا أن إمام أوغلو لم يكن قدر التحكم في الوضع، ولا أيضا بالنسبة للكلمة التي أدلى بها، وكل الشروط لم تكن في صالح إمام أوغلو بعد الذي حدث في إسطنبول. فكان متوترا لأن أردوغان في مدينته التي يرأس عموديتها وقد حقق الاختراق، هذا الذي جعل إمام أوغلو متوترا، الكلمة عندما ندرسها متوترا للغاية ومثيرا للغاية، وكل الكلمات التي قالها كانت مستفزة لأنه مستفز أساسا بالذي قاده أردوغان في إسطنبول، فأصبح هذا الوضع النفسي غير صالحي. وبالتالي فإن ما يمكن اليوم تأكيده هو أن العملية في آخر المطاف هندست من داخل نفس التجمع، لأن الشخص كان يعرف أنه لن يصاب، كان الكل يحاول أن يصيب الشرطة ويصيب الكل وأصيب الجميع، لكن إمام أوغلو كان أقرب للإصابة ولا أحد يريد إصابته. لماذا؟ لأن الرسالة واضحة ولأن الفاعل واضح، وهذا الذي يجب تأكيده من خلال دراسة كل الفيديوهات. سنلاحظ أن إمام أوغلو لم يكن المستهدف، كان الكل مستهدف، لا بالعصي ولا أيضا بالحجارة، وإمام أوغلو هو الوحيد الذي يتقدم الجميع ولا يستطيع أحد أن يصيبه، لأن جماهيره لم تصيبه بأذى. هذا هو التطور الذي جعل من المقالة التي تؤكد أن المعارضين
سيضربون. كان هذا قبل 3 ساعات. قبل 3 ساعات كان هناك مقال ثم مقال آخر. فعندما يتأكد باللغة الإنجليزية باللغة التركية وعشرات المواقع باللغة التركية وباللغة الإنجليزية أيضا، عندما نجد كل هذا ويتأكد من خلاله أن هؤلاء سيمارسون العنف، سيمارسوا العنف بين قوسين، رغم أنه قال إلى ما بعد، إلى ما بعد الانتخابات وليس في الانتخابات، إلى ما بعد آنذاك يمكن المحاكمة، كما الآخرون يهددون بمحاكمة أردوغان وأيضا حلفائه. فإعمال القانون ضد الطرفين هذا أمر متوقع، وبالتالي فإن القانون للأقوى دائما أو في صالح الأقوى دائما، وبالتالي فإن ما يجري حاليا هو محاولة لصناعة ضحية في الطريق قبل الوصول إلى الانتخابات. بقي أسبوع الآن، وبعد الذي حدث في إسطنبول وأمام عمودية للمعارضة كان واضحا أن الرد سيكون بهذه الطريقة، وهذا الذي كان يترقبه الجميع. وبالتالي فإن ما حدث من تأمين للمعارض الأول كان هو الأساس في هذا المشهد، وهو الذي رد بأنه سيعيد تركيا للأتراك وأيض أن يعيد هؤلاء إلى مواقعهم. إذن أمامنا أساسا انكشاف كبير جدا لمن يطلب العنف ولمن سرب العنف مباشرة، وأردوغان يتحدث قبل حديثه ومباشرة بعد تأكيد أن الجماهيرية قد تتجاوز 1,000,000 في قلب عاصمة المعارض إمام أوغلو. كان واضحا جدا أن الوضع سينعكس بشكل كبير جدا وسيكون له الأثر البين، ولهذا فقد نزلت 32 مقالة بما فيها باللغة الإنجليزية من أجل التأكيد أن هناك عنف سيكون. بعد 3 ساعات 4 ساعات انطلق فعلا العنف في هذه المنطقة إرزروم، وواضح أن المشهد كان من قبل، يعني قبل 3 ساعات إلى 4 ساعات كانت المقالات قد وضعت حبرها على أوراق يتأكد من خلالها أن دما قد يكون، لكن جرحى فقط هم الذين سجلوا في هذه المحاولة. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.